صباح الخير يا حلوين، نحن هلأ بمادة اللغة العربية بدنا نتعلم حرف جديد اللي هو حرف الراء. الراء مثل رأ صن. لحرف الراء في عنا شكلين، الراء منفصلة والراء متصلة لمع وصلة. الراء منفصلة مثل رحلة دن، الراء متصلة مثل قر دن، الراء متصلة كمان مثل حجرٌ، أما الراء المنفصلة مثل كتارٌ. لحرف الراء في عنا أصوات طويلة وأصوات قصيرة. الأصوات القصيرة لحرف الراء مثل راء مع فتحة راء مثل رجلٌ، راء مع ضم رو مثل رمانٌ، راء مع كسرة ري مثل ريشةٌ. أما الأصوات الطويلة لحرف الراء، را مع عصاي أو ألاف را، را مع واو رو، را مع يا ري، مثل را مع عصاي أو ألاف غراب، را مع واو مثل خروف، را مع يا ري مثل ريشة. وهيك منكون خلصنا حرف الراء.